طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى مساء يمني جديد. يعيش اليمنيون وضعا اقتصاديا بالغ السوء جراء الحرب وما خلفتها على الأوضاع المعيشية عامة، إلى أن الذي يحدث من قبل ما يسمى باللجنة الثورية المسيطرة على شركة النفط اليمنية وتدير صفقات استيراد المشتقات النفطية أصبح يشكل في جوهره أزمة بالغة التعقيد تترك آثارها على حركة الحياة والنقل، بالإضافة إلى باب الارتزاق عبر السوق السوداء التي فتحت لها الباب واسعا وقامت بحمايتها والإتجار بها. لا تزال السوق السوداء تسجل أرقاما قياسية في ارتفاع أسعار الوقود بين اليمنيين رغم التدهور الحاد الذي منيت به أسعار النفط عالميا، وبرغم من قرار التعويم الذي اتخذته ميليشيا الحوثي لتسيير سبيل الاتجار بالمشتقات النفطية الأكثر والأسرع ربحا، إلا أنه ومن المفارقة الصعبة التي حدثت خلال هذه الفترة انخفاض سعر البرميل إلى 30 دولارا، وبين هذا وذاك ظل المواطن يدفع ثمن الوقود بأسعار تفوق السعر العالمي بستة أضعاف. مشاهدينا، عند النظر لأسعار الوقود الباهظة التي يدفعها المواطنين جراء استغلال الميليشيا لها وإدارتها للسوق السوداء والسعر العالمي للنفط، يتضح حجم النهب المنظم لقوت المواطن والارتزاق على حساب صبره وقوته. من جهتها كانت نقابة شركة النفط اليمنية قد حذرت وفي مرات عدة من الخطر المحدق بالشركة بسبب تدخلات ميليشيا الحوثي ومشرفيها، وطالبت بإلغاء لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية التي أعلنت عنها الميليشيا. وقالت في بيان لها نشر بفترة سابقة إن تلك اللائحة تعني بيع وتسليم شركة النفط اليمنية وسحب مهامها لصالح لوبي الفساد، أي تجار السوق السوداء. حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام سيدور حديثنا لهذا المساء مع ضيوفنا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، والصحفي والاقتصادي محمد الجماعي، ورئيس اللجنة النقابية بوزارة النفط حسان الشرماني، ورئيس مركز الأمل للشفافية الدكتور سعيد عبد المؤمن. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير. لماذا يباع الوقود في الشوارع العامة والسوق السوداء ولا يباع في محطات شركة النفط اليمنية؟ سؤال الإجابة عليه ربما تضيء الجزء الأكبر من حيرة المواطنين الذين يضيق حالهم كلما اتسعت دائرة الفساد. تكتظ الشوارع العامة بتجارة الوقود بعد أن اقفلت محطات الوقود الحكومية لخلوها من المشتقات النفطية. تبرر الميليشيا غياب الوقود في المحطات الرسمية بحصارها المضروب من قبل قوات التحالف، وهو مبرر يبدو غير واقعي، حيث تفيد مذكرة مدير عام شركة النفط اليمنية أن مئات الآلاف من أطنان الوقود بميناء الحديد لم تفرغ نتيجة عدم تسديد ثمنها، وهو تأخر تدفع شركة النفط ثمنه باهظا. يرى مراقبون أن تأخره متعمد من قبل الميليشيا التي تهيمن على السوق السوداء وتتلاعب بقطاع توزيع المشتقات النفطية في اليمن. كان قرار التعويم الذي أقرته الميليشيا في يوليو الماضي كارثة بكل المقاييس بحسب خبراء الاقتصاد، حيث فتح باب التعامل مع التجار المتورطين في السوق السوداء، واقترن بفساد الميليشيا ويحتمي تجارها بشعاراتها ويمارس قياداتهم الإشراف المباشر عليها. التعويم يعني ربط أسعار الوقود في الداخل بأسعاره العالمية، إلا أن أيا من ذلك لم يحدث، فقد هبطت أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها، فوصل سعر برميل النفط إلى 30 دولار. كان من المفترض أن يباع سعر البنزين لعبوة 20 لترا بخمسة دولارات، أي ما يوازي 1000 ريال يمني، إلا أن الميليشيا لم تعمل بأسباب الهبوط وظلت تبيع الوقود بأكثر من ستة أضعاف سعره العالمي. كانت الجرعة بأسعار الوقود في عهد حكومة باسندوا هي ذريعة انقلاب تحالف الحوثي وصالح على الدولة واستيلائهم على السلطة بالقوة، وتحدث زعيم الحوثيين حينها أنها ثورة ضد الفساد. الآن بات واضحا من خلال مراقبة الوضع المعيشي والاقتصادي في اليمن أن البلد يعيش أسوأ أزمة اقتصادية شهدها اليمنيون. إذن أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الصحفي الاقتصادي من عدن الأستاذ محمد الجماعي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الأنوار، أهلا وسهلا.
حياكم الله أستاذ محمد. يعني كيف تفسر رفع ميليشيا الحوثيين لأسعار الوقود أو النفط البنزين بشكل خاص يعني إلى 6500 ريال أو 7000 ريال في الوقت الذي يباع فيه برميل النفط الخام وإن كان خاما ب 200 لتر تقريبا ب 30 دولار عالميا؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم النفط في اليمن بعد قرار التعويم اعتبر على أنه سيوازي أسعاره في السوق العالمية، لكنه لم يحصل ذلك نهائيا. ارتبط فقط بالمواطن اليمني وعوم السوق، عومت أسعار النفط في أو المشتقات النفطية بالسوق السوداء وليس بالسوق العالمية. السوق العالمية الآن تنخفض كلفة النفط الخام، والنفط الذي هو عبارة عن مشتقات للاستخدام في الأغراض السلمية وغيرها، وإنما حصل هذا التعويم مقابل ما يحصل في شارع خولان ويحصل في كثير من شوارع اليمن والمحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. كان قرار التعويم يهدف إلى مساواة التجار الذين بدأوا يشعرون بالفائدة العظيمة التي حققتها لهم السوق السوداء، وأرادوا أن يجعلوا ذلك مشرعنا ومقننا عبر ما يسمى بقرار التعويم، وهو قرار يعني ليس له علاقة ب يعني الخزينة العامة للدولة، وليس له علاقة برفع الاقتصاد، وإنما له علاقة بمستوردين جدد أو مستوردين مخصصين ينتمون إلى ميليشيا الحوثي أو من هوامير النظام السابق الذين أعجبهم الوضع وطالت المدة وهذه الأشهر الكبيرة التي يعيشها اليمنيون، ووجدوا أنفسهم مستفيدين بدرجة كبيرة جدا، لذلك فتحوا باب الاستيراد ولأناس مخصصين فقط. لذلك لا يوجد لقرار التعويم أي أثر اقتصادي، إلا على العكس من ذلك، سحب خزينة البنك المركزي عندما يريد البنك أن يغطي العملة الصعبة لهذه المشتريات التي تأتي من الخارج. نعم، طيب يعني هذا القرار أفهم منك أنه جاء لشرعنة السوق السوداء التي كانت متواجدة بشكل كبير مسبقا، فالآن أصبحت مقرة وبشكل رسمي. نعم، دعني أستعير مصطلح رئيس مصلحة الضرائب السابق الأستاذ أحمد غالب، قال الآن لم تكن كانت سوق سوداء يبيع بعض المنتفعين الصغار الذين يحصلون على كميات بترول من هنا أو من هناك، من المعسكرات يخرجونها أو من مخصصات بعض المؤسسات كالمستشفيات وغيرها، وشهدنا هذه الأزمة في صنعاء بشكل كبير جدا عندما اشتكت كثير من المستشفيات من نهب مخصصات الديزل وكثير من المشتقات على مراكز القلب وعلى مراكز الأورام وعلى مراكز غسيل الكلى. بهذه النتيجة كانت سوق سوداء. الآن عندما تم بيع البنزين في الأسواق في المحطات الرسمية ومحطات شركات النفط وبأسعار السوق السوداء أطلق عليها الأستاذ أحمد غالب، وهو اقتصادي كبير جدا وخبير عارف بهذه الأمور، سماها سوق بيضاء. لذلك نحن أمام شرعنة لهذه السوق، والسبب في ذلك هم ما سموا بحسب خبراء اقتصاديين كثر سموا بالصاعدون الجدد في عالم المال والثروة، ثعابين هوامير كبيرة جدا صعدت من هذه العملية، عملية تعويم أسعار المشتقات النفطية على وجه الخصوص، لأنها سمحت لهم بالاستيراد. عندما يريد أحد أن يستدل على هذا الموضوع بإمكانه فقط أن يعرف لماذا أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم بيانا فتحت فيه النار على ميليشيا الحوثي وقالت أن مصانعها في اليمن سوف تتوقف، والسبب في ذلك أنهم أوقفوا شحناتها في مطار في ميناء الحديدة، الشحنات التي بدأوا يستوردون لأن شركة النفط لا تستطيع أن توفر لهم الكميات التي يحتاجونها في مصانعهم وشركاتهم، وهي بالفعل مجموعة قوية جدا. وأستعير هنا أيضا مصطلح لأحد الزملاء، قال إن سقوط مجموعة بيت هائل يمكن أن يكون أفظع من سقوط الحكومة في هذا الوقت، لأن الزبادي والماء والبسكويت وهذه المنتجات يحتاجها المواطن في ظل هذه الأوقات التي نشهدها الآن في هذا الوقت الحالي. لذلك قالت مجموعة هائل أنها استوردت هذه الكمية وبالاتفاق مع شركة النفط، وعندما وصلت هذه الكمية إلى الميناء أوقفوها. لماذا أوقفتموها؟ قالوا أوقفناها لأنها تباع في السوق السوداء. يعني يقال مثل هذا الكلام لمجموعة اقتصادية كبيرة جدا في هذا البلد،
هي مجموعة هائل سعيد أنعم، وكأن ميليشيا الحوثي يعني بريئة ونظيفة من هذا من هذه التهمة، تهمة السوق السوداء التي يعني بالصور وبالفيديوهات يعني بأسلحة الميليشيات وقياداتهم هي التي تقوم بحماية المتاجرين بالسوق السوداء. يعني ولربما الصور كانت واضحة ومن أكثر من شارع، ولربما أصبح الأمر اعتياديا لدى المواطن في صنعاء وفي المدن التي يعني ترزح تحت سيطرة الميليشيا أن يشاهد محطات السوق السوداء في الرصيف أو على الطريق وكأنها محطة عادية. لكن أستاذ محمد، أنت تطرقت لنقطة هامة، يعني شركة النفط اليمنية كانت تتعامل مع الكثير من الشركات تلتزم بتأمين النفط لها حتى تستمر عملها. من ناحية اقتصادية، هل يشكل ذلك تهديد لحياة الناس توقف شركات مثل هاي السعيد أنعم عن العمل، يعني حتى يعني في ظل وضع الحرب واعتماد كثير من التجار على السيراد من جهة أخرى؟ بدون مشتقات نفطية لا توجد كهرباء، ولا يوجد أيضا في اليمن مصانع يعني تشتغل بدون مشتقات نفطية. هذا بالفعل ينعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن ربما تأتي مواد الإغاثة ويمكن أن يصلح لها حل من هذه الناحية، لكن ماذا لو ذهب الاقتصاد برمته؟ ماذا لو أغلقت هذه المصانع والشركات؟ كل ما يعني هم الآن المتضرر الأكبر في اليمن هو الاقتصاد، والخاسر الكبير في اليمن هو رجل الأعمال والهارب بماله من الداخل إلى الخارج، والخارج بالعملة الصعبة من داخل البلد إلى خارجها يبحث عن مكان يحتضن له أمواله لتعود بالخير والنفع عليه وعلى من يمتلكون هذا المال. كنا في اليمن سنستفيد من هذه الأموال لو أن جماعة الحوثي جنبت رجال الأعمال وجنبت المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة التي التقارير تقول أن هناك هروب اضطراري لأكثر من 3% من المنشآت. نعم. طيب يعني هناك نزوح كبير لرجال الأعمال سواء أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة أو الكبيرة أو حتى يعني المتوسطة أو الكبيرة أقصد، لكن أستاذ محمد بالنسبة للمواطن العادي كيف ينعكس ذلك؟ يعني هناك ارتفاع في الأسعار، لكن في نفس الوقت المواطن يعني يعيش بشكل أو بآخر، كيف يؤثر عدم تواجد النفط على المواطن اليمني بشكل خاص؟ عموما المثل القائل أنه لا يوجد الفقر، لا يجتمع الفقر والبترول إلا في بلادنا. اجتمعت أيضا في صنعاء أسواق الحطب بالإضافة إلى الغاز والغاز المسال والغاز المنزلي وجميع المشتقات النفطية والنفط الخام والخفيف الذي يباع بأعلى الأسعار في الأسواق العالمية يوجد في اليمن. كان هذا في عهد الرئيس السابق، الآن ازدادت الأمور سوءا عندما وضعت ميليشيا الحوثي يدها على قوت المواطن ورزقه، وعندما قطعت عليه المشتقات النفطية، لا مولدات الكهرباء تشتغل في البيوت، ولا وبالتالي ثلاجاتهم تتوقف وغسالاتهم تتوقف، وبالتالي أيضا لا يستطيعون شراء كميات من الأكل الجاهز ولا المشروبات ولا المثلجات ولا الألبان ولا المياه. هذا أيضا يعكس نفسه على التاجر، والتاجر الذي هو التاجر البسيط، تاجر التجزئة الذي لا يستطيع أن يبرد هذه الأشياء، وإذا اشترى كميات كبيرة لا تصرف هذه الأشياء، لأن المواطن إذا كان يعني حسن الحظ سيأخذ ما يحتاجه فقط، وهذا يعني ينعكس أيضا على التاجر الكبير. قبل فترة اشتكت المنتجات السعودية، منتجات الألبان قبل يعني حوالي عام، اشتكت من يعني ضعف الكهرباء في اليمن، ضعف وليس تواجد فقط، وليس يعني انقطاع مثل ما هو حاصل الآن أكثر من 9 أشهر في صنعاء، انعكس على منتجات الألبان لأنها منتجات مدة صلاحيتها يعني لا تزيد عن 11 يوما، هذه تحتاج إلى مبردات، إلى ثلاجات كبيرة، وبالتالي هي ستبيع وتأتي لتأخذ أكثر من ثلثي الكمية. نعم. سنعود أستاذ محمد إلى هذه النقطة، لكن انضم إلينا الآن رئيس مركز الأمل للشفافية دكتور سعيد عبد المؤمن. مساء الخير دكتور. مساء النور، حياك الله. حياكم الله دكتور. يعني كخبير اقتصادي كيف تقرأ انخفاض أسعار النفط عالميا وفي نفس الوقت ترتفع بشكل عام محليا، كيف تؤثر على الوضع الاقتصادي داخل البلاد؟ الحقيقة
الحقيقة المشتقات النفطية في اليمن الوضع أكثر تعقيدا، يعني لأن الأمر ليس مرتبط بأمر طبيعي ولكن مرتبط بوضع استثنائي تمر به اليمن. معروف أن اليمن مصافي النفط متوقفة سواء كانت مصفات عدن أو مصفات مارب بشكل شبه كلي. الموانئ متوقفة عن الاستيراد، الحكومة بصفة عامة غير قادرة على وضع آلية لتوفير المشتقات النفطية، وبالتالي ظهرت لدينا في الفترة الأخيرة ما يسمى السوق البديلة وليس السوق السوداء، لأن أصبحت سوق بديلة رسمية يكاد يكون معترف فيها، تبيع بأسعار غير معقولة، يعني تحت شعار أنه البلد غير قادر على توفير المشتقات النفطية، وبالتالي أصبح هذه مشكلة كبيرة لنا. المعروف أنه أسعار النفط الخام بدأت تنخفض بشكل كبير، مما يعني أنه أسعار المشتقات النفطية أيضا بدأت تنخفض بشكل كبير أكثر من النصف حتى الآن. لكن في اليمن لا زالت المشكلة أكثر تعقيدا، لأنه بالنسبة للموانئ اليمنية غير قادرة على استقبال البواخر النفطية بسبب عدم وجود شركة أو مؤسسة حكومية قادرة على توفير المشتقات النفطية، بسبب كما يقال أن البنك المركزي الآن لم يعد قادر على توفير العملة الصعبة، السوق المحلية غير قادرة على توفير العملة الصعبة للاستيراد، وبالتالي أصبح الموضوع أكثر تعقيدا. المعروف أنه بالنسبة للاقتصاد اليمني هو الآن اقتصاد يعاني من حالة ركود وتراجع خطير، وصل حسب تقرير صندوق النقد الدولي أنه مستوى الانخفاض إلى أكثر من 25%، ربما يكون الاقتصاد اليمني قد انكمش الآن إلى أكثر من إلى ما يقارب 50%، والاقتصاد يعيش على الحد الأدنى، وبالتالي حتى توفر المشتقات النفطية وعدم توفرها أصبحت لا تفيد كثيرا، بسبب انه المصانع اغلقت، المنشات اغلقت، كثير من الجهات سرحت موظفيها. طيب دكتور، يعني في الوضع المثالي، في حال لم تكن البلاد في حرب، وفي حال انخفضت اسعار النفط عالميا، هذا كان سيكون من مصلحه البلد، مصلحه اقتصاد البلد، ام يعني باعتبار اليمن يعني دوله مصدره للنفط وتستفيد من النفط، ام انه كان يعني سيء لها باعتبارها مصدره له؟ لا، حيكون سيء جدا، لأنه اليمن أساسا تعتمد على ما يقارب 67% من موارد الحكومة إلى 70% على النفط. الاقتصاد القومي كمان يعتمد على ما يقارب 20% على النفط وما يترتب عليه، وبالتالي كان هذا بيسبب كارثة حقيقية. كمان ما تنساش أنه اليمنيين يعملون في الخارج في دول مصرية، وبالتالي انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر على العوائد التي يقوم بتحويلها الى اليمن، وبالتالي يعتبر انخفاض اسعار النفط بالنسبه لليمن كارثه حقيقيه، ليست اليمن، هو طبعا حتى الدول النفطيه اللي اصبحت تعتمد على النفط يعتبر بالنسبه لها كارثه، وبالتالي هذا غمر غير طبيعي ومؤثر، وحقيقه انه حيتاثر الاقتصاد اليمني بشكل قوي جدا من حكاية انخفاض اسعار النفط الخام. طيب يعني هو الغريب دكتور ان يعني في الوضع المثالي كان يجب ان يتاثر المواطنين بشكل غير مباشر، باعتبار ان المواطن لربما سيستفيد من انخفاض سعر النفط بشكل مباشر عندما يشتري، لكن سيتاثر بتاثر الاقتصاد كمنظومه كامله. لكن الان نزلت اسعار النفط وارتفعت في اليمن، يعني كيف تقرا هذا الوضع الاقتصادي بالنسبه للمواطنين الان؟ هو طبعا بالنسبه للمواطن اليمني كان يفترض انه بحسب يعني انه في حكومه بالبلاد تعمل على تخفيض اسعار المشتقات النفطيه بحسب انخفاض الاسعار العالميه، وكان في هذه الحاله كان ممكن تستفيد نحن من حكايه انه نفطنا بدل ما يصدر للخارج يتم تكريره في المصافي، وبالتالي هنا حيكون عندك نوع من المعادله معقوله، يعني على الاقل انت لا تبيع نفطك بسعر الخام الرخيص جدا، ولكن على الاقل تحوله الى المصافي يتم عمليه التكريم، وبالتالي بالامكان ان تبيعه في السوق المحليه بسعر معقوله، مثلا 1000 متر ريال للدبه لل 20 متر البترول مثلا، ممكن يكون الدبل في نفس هذا السعر، وبالتالي هذا كان ممكن يعمل عمليه انتعاش للاقتصاد، لانه من ناحيه سيؤدي الى انخفاض التكاليف بالنسبه للمنشات والصناعه، كمان سيؤدي الى انخفاض التكاليف للنقل، وهذا بيكون شيء جيد، وفي نفس الوقت المواطن حتخف شويه عن اعباء اسعار المشتقات النفطيه.
لكن كما تعرف الان في ظل ظروف استثنائيه تماما، يعني لا موانئ تشتغل بشكل طبيعي حتى ما ياتي من المشتقات النفطيه، اما ان ياتي من المتبقي من الذين خزن في المحطات او ياتي عن طريق التهريب، وبالتالي ليست هناك اليه طبيعيه. فالوضع في اليمن حتى المواطن العادي الان يعني في ظل وجود محطات الان طوابير ضخمه اليوم من المحطات باعتبار انه شركه النفط على نفط الناس توفر الكميه من المشتقات. نعم. لكن في ظل انتعاش السوق البديله اللي يوصل لها 6500 ريال وهو سعر مكسب كارثه حقيقيه للمواطن. نعم، إذن شكرا لك دكتور سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل، كنت معنا عبر الهاتف. قبل العودة إلى الأستاذ محمد الجماعي، ينضم إلينا الأستاذ حسان الشرماني رئيس اللجنة النقابية بشركة بوزارة النفط. أهلا بك أستاذ حسان. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله أستاذ حسان. ما أسباب فشل شركة النفط في استيراد المشتقات النفطية؟ السبب يعود إلى قرار التعويم الذي فرض على شركة النفط المشاركة القطاع الخاص في عملية الاستيراد وكذلك توزيع المشتقات النفطية، أي أنه تم إيجاد سوق موازية لبيع المشتقات النفطية إضافة إلى ما تقوم به شركة النفط من بيع هذه المشتقات النفطية. الأمر الذي أثر على شركة النفط وعلى مبيعاتها وعلى اختصاصها ببيع وتوزيع المشتقات النفطية. طيب أنتم تحدثتم عن مخاطر، عن وجود مخاطر تكتنف أداء شركة النفط متوقعة، يعني ما هي هذه المخاطر التي تهدد الشركة؟ المخاطر تتمثل في مستقبل نشاطها، نشاطها الآن يسحب منها نشاطها المختص في توزيع المشتقات النفطية. كذلك شركة النفط تعيش حالة من عملية النهب المنظم قبل تدميرها وخصخصة نشاطها. لكن أستاذ حسن، من الذي يسحب نشاط الشركة منها تحديدا؟ طبعا من خلال قرار التعويم أدى إلى إشراك القطاع الخاص في عملية الاستيراد والتوزيع، هذا هو الخطر المداهم لشركة النفط وموظفيها. طيب يعني بالعادة قرارات التخصيص تكون مساعدة في الغالب، يعني هل ممكن اعتبار أن هذا القرار جاء مساعدا أو مساندا لشركة النفط حتى تستأنف عملها، باعتبار أن هناك مشاكل نفطية في البلاد الآن، هناك صعوبات أو حصار كما يبرر الحوثيون، هل يمكن اعتبار ذلك مساعد لها في هذا الوضع؟ هو ممكن أن يكون عامل مساعد إذا وجدت آلية تنظم عملية الاستيراد والتوزيع، وكذلك عملية العملة الصعبة سمح للقطاع الخاص على أساس يقوم بالاستيراد بالعملة الصعبة وبيع مشتقاته التي تم استيرادها في السوق السوداء وبسعر الدب البترول لسبعة آلاف ريال، حيث يقوم بشراء بعد ذلك شراء عملة صعبة من السوق السوداء حتى يغطي حتى يوفر ما قام بشرائه. لكن شركة النفط اليمنية لا تستطيع أن تشتري بالعملة الصعبة عبر البنك المركزي، أي أن البنك المركزي يرفض مساعدة شركة النفط في شراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة. طيب ما هو سبب ذلك؟ هناك خوف على الاحتياط، هناك خوف على العملة والاحتياطي للبنك المركزي، لذلك البنك المركزي هو أستاذ حسان؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ حسان. إذا مشاهدينا الكرام، قبل العودة إلى الأستاذ محمد الجماعي ننتقل إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا، بعدها سنعود لاستكمال النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. للمزيد من التفاصيل الرقمية نستعرض معكم هذه المادة التي توضح المكونات والتكلفة بناء على السعر العالمي للنفط، كما توضح التسعيرة العادلة بناء على السعر العالمي أيضا، والتسعيرة الظالمة التي يتحملها المواطن اليمني حاليا تحت سلطة الميليشيات في السوق السوداء والبيع حتى المتقطع في المحطات التي أصبحت بعضها كما يقال سوقا بيضاء بعد إقرار سعر السوق السوداء كسعر رسمي لها بدعم الميليشيا. نتابع.
إذن تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير الرقمي. أعود إلى الأستاذ محمد الجماعي الصحفي معنا من عدن عبر السكايب. أهلا بك مجددا أستاذ محمد. يعني نلاحظ أن السخط الشعبي يزداد حول المعاناة الاقتصادية التي يقبع فيها. يعني هناك حوثيون أو محسوبون على ميليشيات الحوثي يقولون أن سبب هذا الوضع الاقتصادي السيء هو الحصار المفروض أو ما يقولون أنه حصار موجود من قبل التحالف العربي. كيف تنظر إلى ذلك؟ أستاذ محمد أنت معي؟ يبدو أننا أستاذ محمد تسمعني؟ أستاذ محمد؟ يبدو أننا يعني نواجه مشكلة في الاتصال مع أستاذ محمد. على كل حال كان معنا الأستاذ محمد الجماعي قبل قليل، تحدثنا حول قرار الميليشيا بالتعويم، وتحدثنا أيضا حول يعني وجود فارق كبير ما بين السعر العالمي وما يفترض أن يكون به تسعيرة البترول للدبة أو شريحة البنزين، وهي 6 أضعاف ما هي ما يفترض أن تكون عليه. كان معنا الدكتور سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الأمل للشفافية، أوضح لنا الكثير حول الوضع الاقتصادي، حول تأثيرات إطفاء التيار الكهربائي بسبب عدم وجود مادة البترول في كثير من الأماكن. تحدث الأستاذ محمد قبل ذلك على دور الشركات الاقتصادية التي تحاول الميليشيا تقويضها بعدم أو بعدم إرسالها الوقود إليها. ينضم إلينا الآن الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الدراسات والإعلام الاقتصادي. أهلا بك أستاذ مصطفى. حياكم الله أستاذ مصطفى. ما حقيقة ما تروج له الميليشيا حول أن التحالف يعني يحاصر اليمن ويعيق إيصال الخدمات والسلع لداخل البلاد؟ الحقيقة أنه وفق المؤشرات للتناقل أو لنقل البضائع عبر ميناء الحديدة، وهو أعلى ميناء حتى الآن أو الأكثر نشاطا، يبين أن النسبة تقترب من صادرات أو من واردات العام الماضي بنفس التاريخ. وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، أي أنه ليس هناك حصار، أفهم منك أستاذ مصطفى. هو لا يمكن أو لا يمكن تسميته بأنه حصار، وإنما تفتيش للسفن، وبالتالي اخذ يعني عمليه اخذ اذن بالسفن التي هي قادمه الى الموانئ، وبالتالي يتم اعطائها رقم وتدخل الى الموانئ. قضيه الترويج لانه هناك حصار شامل، هي استفادت منها الميليشيات الحوثي بمنع المشتقات النفطيه عن السوق والتحكم فيها، وبالتالي ايجاد مصدر للتمويل للحرب، وايضا مصدر للثراء. كما نعرف انه دخل الكثير من الاشخاص في هذا السوق، وبالتالي اثروا ثراء غير مشروع. على سبيل المثال، من الفتره من اغسطس والى نهايه نوفمبر وصلت الى اليمن عبر ميناء الحديده 430 الف طن، وهذه نسبه من المشتقات النفطيه، وهذه نسبه الحقيقه نسبه كبيره يمكن ان تغطي الى حد ما الاحتياج الموجود، وبالتالي تقلل من الاختراق الموجود بالشكل. طيب الذي إلى أين تذهب هذه النسبة الكبيرة أستاذ مصطفى؟ عفوا، إلى أين تذهب هذه النسبة الكبيرة من المشتقات النفطية؟ مدام أنت تقول عن 430 ألف طن من المشتقات النفطية وصلت إلى ميناء الحديدة، أين ذهبت؟ هذه طبعا جزء كبير منها يذهب الى المعنيين بالسوق السوداء او من يتم بيع وشراء منها، وبعضها تذهب مجهود حربي، وجزء اخر ايضا تتسلمه شركه النفط لتوزيعه بالمحافظات المختلفه، وبتوزيع طبعا كما لاحظنا خلال المرحله الماضيه هناك سلسله كبيره من الفساد يكتنف عمليه استيراد وعمليه التخزين وعمليه التوزيع ايضا، وبالتالي ما يصل للمواطنين هو نسبة بسيطة لا تكاد تتجاوز 20% من نسبة ما يدخل إلى البلد من المشتقات النفطية. وهذه 80% هي تتوزع ما بين ما في الفساد وما بين مجهود حربي، وأيضا للتمويل الحرب وغيرها من
سواء كان للجيش او لغيره او ما يطلقون عليه اللجان الشعبيه القادمه للميليشيات. فقط انه هذا اجمالا تم استغلال هذا الملف او تم استغلال موضوع المشتقات النفطيه واصبحت جزء من الاثراء وجزء ايضا من تمويل الحرب، ولا زالت الحقيقه مستمره حتى الان هذه العمليه، بل انه قرار التعويم الذي كان جزء منه يعني يفترض ان يحل المشكله، لكن للاسف الشديد لم يدرس ابعاده، وايضا تم تزييره لصالح مجموعات فعلا مستفيده قطعه تستفيد وتترى بعد هذا المشروع، بدلا من ان يصل الكميات المشتقات النفطيه الى المواطن العادي. طيب يعني نحن لاحظنا أنه منذ سيطرة الميليشيا تقريبا بدأت شركات النفط، وبعد بدء عمليات عاصفة الحزم بدأت شركات النفط بشكل عام يعني تسحب يعني مرسليها أو مبعوثيها أو مراكزها أو ممثليها في اليمن وبدأت تقفل. الآن تقريبا خرجت معظم شركات النفط الكبرى، وانخفض إنتاج النفط في البلاد إلى ما دون 25% تقريبا من احتياج أو الاحتياج اليومي. كيف هي دلالات ذلك على الاقتصاد بشكل عام؟ اولا انه القادرات او نسبه الايرادات او نسبه مساهمه الانتاج النفطي في اليمن من اجمالي الناتج المحلي ما بين 20 الى 30%، وهي نسبه عاليه للغايه، يعني يشكل النفط وتصدير النفط او صادرات النفط تشكل 80% من صادرات اليمن، وبالتالي كان يشكل اهميه كبيره للاقتصاد الوطني. تراجعت هذه الاهميه من 206 مليون يعني طن، وبعدين تراجعت الى حدود 36 مليون خلال عام 2014، وهو تراجع او انحدار كبير جراء لظروف مختلفه، منها تفجير الانابيب والاضطرابات الامنيه وغيرها. لكن خلال عام 2015 تم تدمير البنيه التحتيه لعمليه التصدير، وعمليه ايضا عملية تواجد حتى الشركات التي كانت ما زالت موجودة في اليمن، وبالتالي تعمل على ربط الاقتصاد الوطني بجزء مهم وهو المشتقات النفطية. الآن تراجع أسعار النفط عالميا إلى ما دون 30%، فهذا يشكل تحدي كبير حتى أمام مستقبل النفط في اليمن، لأنه سيكون أعلى يعني السعر العالمي أقل من تكلفة الإنتاج المحلية، كما تعرف أنه كان محليا بسبب الفساد والشركات وسلسلة الفساد الموجودة في إطار إنتاج واستكشاف وبيع النفط، كان يكلف أكثر من 30 دولار للبرميل الواحد، بمعنى أن سعر الإنتاج والاستكشاف وغيره سيكون أعلى من سعر النفط العالمي. طيب هذه النقطة سنعود لها أستاذ مصطفى، لكن اسمح لي أن تبقى معنا. يعود إلينا الأستاذ محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي من عدن. أستاذ محمد، برأيك يعني الأموال، أستاذ محمد أنت معنا؟ نعم. برأيك أين تذهب الأموال التي يعني يشتري بها الناس النفط وتقوم بها الميليشيا بسحبها من يعني تقدم بها النفط، وأين تذهب هذه الأموال في الوضع الحالي؟ أنا بدأت بهذا أخي الكريم، ناس ما يسمى قاعدون الجسم الذين يحصلون في السوق السوداء، إعلان اشتراء مرفوعا من مديرة دائرة السوق التجارية، يعني المدير التجاري لشركة النفط إلى مدير فرع الأمانة اللي هو فرع الشركة اليمنية للنفط بشأن توقيف المحطات المخالفة. تقول نصا ونظرا لقيام بعض المحطات باستقبال مواد بترولية تقصد محطات شركات النفط وغيرها أيضا، مواد بترولية من غير الشركة والبيع للجمهور بتسعيرة مخالفة للنظم واللوائح الخاصة بالشركات بسعر السوق السوداء. يعني هنالك مصادر لدخول النفط غير معروفة، وهناك تجار يبيعون لهذه الشركات، وهذه الشركات تبيع غير يعني تبيع مخالفه للقانون، وبالتالي وجهت بتوقيف جميع المحطات المخالفه من التموين بشكل نهائي وحتى اشعار اخر وبحسب الكشف المطلق من اللجنه.
نشرت هذه الاوراق وذكرت اسماء المحطات بالاسم، محطات العاصمه صنعاء، وذكرت مقابلها الاموال والارصده التي هي مكتوبه على كثير من الجهات. مدير شركه النفط ايضا الطائفي رفع الى ما يسمى برئيس اللجنه الثوريه العليا بان هناك ما يقرب من 250 الف طن من المشتقات النفطيه في رصيف ميناء الحديده، هم يتذرعون بان البنك المركزي لم يصرف، وهذا هو سبب الخلاف اصلا مع بن همام قرار التعويم لانه سيؤثر على الاحتياط النقدي. اذا هناك يعني في الرصيف في رصيف البحر الاحمر ما يقرب من ربع مليون طن من المشتقات النفطيه، وليس هناك في البحر، والحركه اليوميه لميناء الحديده تقول ان السفن متواصله وان هناك حركه غير عاديه في هذا الموضوع. اين تذهب الاموال؟ تذهب الى جيوب الصاعدين الجدد الذين هم راضون الان بالوضع مثل ما هو عليه الان، وهم الذين ذهبوا يمينا وشمالا وبعثوا اموالهم رجال الاعمال ونهبوا شركات كثيره باسم ما تسمى بالشرعيه الثوريه. طيب اسمح لي أن تبقى معنا أستاذ محمد، أعود إلى الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، أنت تحدثت قبل قليل عن يعني الاقتصاد الوطني والنفط كركيزة أساسية وخروج الشركات وما تبعها من تداعيات. هل يستخدم النفط الآن؟ يعني نحن نرى أن النفط تراجع سعره عالميا إلى 30%. النفط كسلاح ضغط سياسي هل يستخدم في اليمن كذلك؟ نعم، كان المشتقات النفطية سواء كانت الديزل أو البنزين واحدة من ورقة الصراع السياسي الموجودة منذ عقود، وكانت تستغل للأسف الشديد، لم يتم النظر لها كمورد اقتصادي ليس من حق الأجيال الحالية فقط، إنما هو حق للأجيال القادمة. هذه الثروة يفترض أن تكون هناك، يعني هي حق لكل الاجيال الذين سيتعاقبون على او الذين سياتون في اليمن، لكن للاسف الشديد تم استنزاف هذه الثروه وتدميرها لصالح مجموعه استحوذت عليها واستطاعت ان تسرى من خلال هذا القطاع، القطاع الذي فعلا تحول الى لعنه بدلا من ان ما يطلق عليها لعنه الموارد، بدلا من ان تكون يعني مصدر لثراء البلد او لتنميته في مختلف المجالات. وبالتالي السلع المشتقات النفطيه اصلا هي سلعه قائده كما يطلق عليها اقتصاديا، وبالتالي هي تؤثر على القطاعات كلها، تؤثر على قطاع يعني كما تؤثر ايضا على الشان السياسي، هي تؤثر ايضا على الشان الاجتماعي كونها تؤثر على قطاع الزراعه، تؤثر على قطاع الصناعات التحويليه، تؤثر على قطاع الكهرباء ومياه الشرب، تؤثر ايضا على قطاع الخدمات كالنفط وغيرها. طيب يعني افهم منك الان اذا في حال هدأت الاوضاع من جديد في اليمن ووضعت الحرب اوزارها كما يقال، ان النفط يعني لا زال سيشكل ركيزه اساسيه للاقتصاد في البلد. على المدى القصير لا اعتقد انه سيشكل في ظل انخفاض الاسعار عالميا، لا اتوقع ان النفط سيكون احد الاعمده الرئيسيه، لكن يمكن للغاز ان يكون بديل كواحد الموارد الذي ما يزال يحتل موقع مهم في قائمه الطاقه عالميا، وايضا الصناعات الاستخراجيه الاخرى. يعني اليمن يمتلك ثروه كبيره ليس فقط في مجال النفط الذي اصبح او تراجع بصوره كبيره، وانما ايضا هناك غاز، وهناك ايضا فيما يتعلق بالصناعه الاستخراجيه الاخرى كالزنك وغيرها من الصناعات بما فيها المواد التعدينيه الاخرى. هذه واحده من ركائز الاقتصاد الوطني، لكن تتطلب بنيه تحتيه، وقبل ذلك تتطلب اداره تفعل هذه الموارد والاستفاده منها بما يخدم القطاعات الاقتصاديه الاخرى، وبالتالي تنعكس ايجابا على حياه المواطنين. إذا شكرا لك أستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إلى أستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، يعني الحرب كشفت نقاب عن أو يعني أوضحت بشكل واضح وجود طبقة من التجار الذين استفادوا من هذه الحرب بشكل كبير، فيما تفاقمت معاناة المواطنين بشكل أكبر ربما خلال هذه الفترة. هذا التباين كيف سينعكس اقتصاديا على قادم الأيام؟
ودعني ايضا يعني اتي لك بالادله القاطعه والبراهين على هذا الموضوع. تفضل. الناس يستفيدون من اطاله امد الحرب، وهناك يعني ادله تقول انهم بقصفهم في بدايه الحرب او في شهر 7 تحديدا عندما قصف ميناء الزيت في عدن وقصفت مصفات عدن، وتكرر هذا القصف مرات عديده. قصفت ايضا شركه النفط في تعز او شركه الغاز في تعز التي تفجرت فيها اسطوانه 70,000 اسطوانه غاز. الان الصواريخ الموجهه الى مارب التي اخرها كان يوم امس يعني بالكاتيوشا وبال الصواريخ البالستيه، اين تذهب اصلا؟ هي تذهب الى شركه قاطر التي تعتمد عليها او يعتمد عليها الاقتصاد الوطني بنسبه 67% و 6% لشركه يعني وطنيه اخرى هي شركه مترو مسيله، وتسعى يعني شيء يعني ميليشياتهم في جبوه الى اغلاق هذا الباب واغلاق هذا المورد نهائيا لكي تظل يعني الموارد متدفقه الى جيوبهم، سواء مساعدات الدول الخارجيه بالنفط والمشتقات من اليمن او عبر استغلالهم للسوق السوداء. وهذه الموارد. طيب يعني بنقطه اخيره استاذ محمد، يعني مستقبلا في حال وضعت الحرب اوزارها كما قلت قبل قليل الاستاذ مصطفى، هذا التباين الاقتصادي الذي ينشأ من الآن كيف سيكون من الممكن معالجته، أو كم من الوقت سيأخذ لحتى يعالج؟ هو فعلا في اليمن هناك مشاكل كثيرة، لكن المشكلة الأولى والكبيرة هي ذهاب الجيش. إذا ذهبت ستعود الأمور إلى وضعها، ولدينا مثال على هذا هو بعودة بن همام بإجماع محلي ودولي ومن كافة الأطراف، عادت الأمور إلى وضعها أو على الأقل نقول استقرت يعني إلى حد ما. شهدت ذلك حسب تقرير أصدره مركز الذي رأسه الزميل مصطفى مركز الإعلام الاقتصادي، قال أن هناك تحسن نسبي في الأسعار في المحافظات التي تحررت من ميليشيا الحوثي وعلي عبد الله صالح. لذلك ربما تحتاج اليمن الى وقت طويل لاعاده اعمار ما تم يعني تدميره سواء او عبر الميليشيات، وكذلك بالنسبه ايضا للاقتصاد الوطني سيحتاج الى فتره لكي يتعافى من هؤلاء. اذا نعم استاذ محمد، شكرا لك. محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف من تعز او عبر السكايب عفوا من تعز. اذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقه هذا المساء، اشكركم على حسن المتابعه والاصغاء، وكذلك اشكر ضيوفي الذين كانوا معنا جميعهم، تقبلوا تحياتي وتحيه طاقم العمل، حتى الملتقى دمتم والوطن بألف خير، الى اللقاء.